أمر غريب، نجد أن بعض الناس أو المشاهير حتى إذا كبر في السن ملامح، يقولون ملامح صارت ملامح حبيبة. أحيانا بعضهم يكون هو شباب يكون شرس وعيونه شرسة وملامحه قوية، بس إذا كبر هدأت الملامح وهدأت العيون. إيش تفسير هذا الدراسة؟ من قواعد الفراسة التي كنا نخشى أن نقولها أن جسم الإنسان متغير، العلم الحديث يجزم بأمر واحد ومؤخرا جزم بأمر ثاني، ألا وهو الجزء الأول يقولون بأن الأنف مع كبر السن يكبر أي يطول. هاي قاعدة علمية ليست من عندي، هاي موجودة إنه مثبتة إنه الأنف كلما كبر سنك وعمرك زاد في الطول. وثبت حديثا يعني قريبا أن العين تصغر، ترهل العضلات العين، لا العين يبدأ هناك نوع من الضيق فيها نتيجة نزيع الضمور، نتيجة تعب، نتيجة أمور كثيرة. ولكن ويقولون كذلك عن الأذن أن الأذن تكبر. إذن هذه ثلاث قضايا تحدث عنها العلم بصورة متفرقة قديما عن هذا الأمر. ولكننا بالفراسة نقول أن الإنسان متغير منذ ولادته حتى وفاته، بمعنى أو بآخر أن جميع جسم الإنسان يتغير، ولكن هناك ما تغير سريع واضح وهناك تغير بطيء غير ملحوظ، ولكن على عشرات السنين يظهر. فعندما نقول أن التجاعيد هي إحدى تغيرات الجلد، الصوت بعد 40 يختلف، النفسية بعد 40 تختلف، القوة، العضلات تضمر، طبيعة الدم تختلف. إذن كل شخصية الإنسان تتغير مع تغير الزمن، مع تغير البيئة، مع تغير التربية، مع تغير التفكير. وهنا سؤالك، تقول أن سين من الناس كان شرسا فأصبح أديبا رقيقا، لو رجعت إلى هذا الشرس ورأيت سلوكاته في أواخر عمره لوجدته أنه مال إلى الرقة والترقق، فعكس ذلك على سلوكاته وعلى وجهه وعلى عيونه وعلى جبهته إلى آخره. وهذه هي الفراسة. ولكن تجد يا سيدي أن هناك من الناس من عندما يكبر تزيد شراسته وتزيد بشاعته وتزيد قماءته، سبب لأن أفعاله كلما كبر كلما زاد في الغي والظل إلى آخره، فيظهر ذلك على 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 وجهه. ولا تنسى عندما تزور جدك أو جدتك الأطياب، أصحاب السرير النظيف القديمين الذين قد بلغوا من العمر عتية، تجدهم أكل أطفال، ومن نعمرهم وهذا في الغالب عند المسلمين. تجد أننا كمسلمين جدودنا وأجدادنا فيهم سمة الطيبة، تنظر إليهم عندما كلما زاد كبر العمر عندهم وجدتهم أنه مالوا إلى اللطف، إلا من يعني خرج عن القاعدة وكان شرسا فشرسا انتهى الحال به أنه نعم. وهذا يا دكتور ترى حتى في المجتمعات الغربية قد تجد مثلا يوريك صورته مثلا شايب أو عجوز، يوريك صورته والله أقشر وكذا، صارت الملامح لطيف، ربما مثل ما يقول لا، لأنه مال إلى الإنسانيات، مال إلى الحل الوسط، مال إلى اجتماعيا، مال إلى الأمور اللي فيها تعاطف، فانعكس ذلك على جميع أعضاء جسده.
تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.